أما حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه هذا اليوم بزيارة إلى القصر الملكي بالعاصمة التايلاندية بانكوك في إطار الزيارة التي يقوم بها الملك المفدى لتايلاند. ولدى وصول جلالة الملك المفدى كان في مقدمة مستقبل جلالته معالي الدكتور شيرايو إيسارينغون كبير أمناء البلاط الملكي وعدد من المستقبلين. وسجل جلالته كلمة سامية في سجل الزيارات هذا نصها: نتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة لجلالة الملك ماهيا فاجيرالانغون وجلالة الملكة سيركيت وجميع أفراد العائلة المالكة وحكومة وشعب مملكة تايلاند الصديقة في فقدان ووفاة جلالة الملك بوهيمبول أوديلاديج أطول ملوك العالم حكما. وسيذكر ويحترم جلالة الملك بوهيمبول أوديلاديج دائما في مملكة تايلاند وحول العالم لمبادرته وتفانيه في القضاء على الفقر وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية من أجل تحسين حياة شعبه وبلاده والمساهمة في الاستقرار والسلام في العالم.